هي ثورة على كافة الأصعدة، حتى أنها ثورة في طريقة التفكير والتخطيط للبناء والتغيير والإصلاح. لقد كان من أبرز أهداف ثورتنا السورية المباركة تحقيق الحرية والكرامة كجزء من منظومة الحقوق والحريات التي أقرتها الشريعة الإسلامية للفرد المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ياسين، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لإنشاء نقابة العلماء السوريين الأحرار، وعضو إعداد مشروع النظام الداخلي لنقابة العلماء السوريين. يأتي اليوم مؤتمرنا في 1/9/2024 تكليلا لمؤتمر تحضيري سابق وجهود ولجان ومشاورات واسعة على رقعة المحرر للتشاور في إنشاء نقابة العلماء السوريين الأحرار، أسوة بباقي شرائح المجتمع المنشأة الذين أنشأوا نقابات لهم، وأسوة بباقي الدول التي أنشئت فيها نقابات للعلماء وطلاب العلم الشرعي. والعمل النقابي معلوم بأن هدفه خدمة الشريحة المنتسبة إليه التي يمثلها طلاب العلم والعلماء هنا، وأيضا المساهمة في رفع وتحسين ظروفهم ومعاشاتهم بالسبل النقابية المعلومة، والدفاع عن حقوقهم و حرياتهم وتعزيزها وحمايتها في أطر قانونية تنظيمية كمنظمة مجتمع مدني هي روح وهدف من أبرز أهداف الثورة السورية المباركة. ونسأل الله أن يكلل اجتماعنا هذا اليوم بإقرار نظام الداخلي وإعلان النقابة العلماء السوريين الأحرار، والحمد لله رب العالمين. إلا من اكتوى بنار الفرقة والتشرذم، وإن وحدة الكلمة سبب لكل خير، كما أن افتراقها سبب لكل شر، لا سيما مع كثرة المتربصين بهذه البلاد وأهلها. ولذلك نلحظ من طبيعة هذا الدين أن الحث على اجتماع الناس، لأن الحث على اجتماع الناس. المعلوم أن النقابات هي من مكونات ومن منظومات المجتمع المدني، يعني ليس للنقابة دور في الدعوة، وليس لها دور في المساجد، وليس لها دور في التعليم القرآني، فليس هناك ما يدعو إلى القلق